سر الورع ولما مروان يردون على الهجوم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع العروس سارة الورع اللي شاركت ستوري من عند رغدة كيمجان، كشفت من خلاله أن التعليقات السلبية بتأثر على نفسيتهم أيام وأسابيع وأشهر. كمان لما مروان نشرت ستوريات كشفت أنه هي كانت نفسيتها كتير تعبانة بهالفترة، وتحديدا بعد عرس غيت مروان وسارة الورع. جاي أحكي لكم مخططاتي اللي حتصير بهاليومين اللي أنا ما تفعلت فيهم على الإنستغرام، كنت قاعدة حالي متوحدة بالبيت. أوكي، اللي هو أنه معي أسبوع لازم أرجع نظام حياتي، يعني شو يكون بيرفكت. يعني مثلا أشرح لكم أنه أنا لازم أفيق بكير أنزل على النادي، يعني مثلا أني أنا أنزل الساعة 8 الصبح على النادي، ما أعرف إذا بيفتح أصلا الساعة 8 الصبح. تاني شغلة في أرجع أشرب قهوة أفطر كذا قصص، روح أشغلي على دوامي يعني، وبعدين بالليل أرجع أطلع أتغدى وأرجع أروح أشوف رفقاتي كذا، مارس حياة طبيعية جدا يعني صراحة، لأنه أنا صار عم توحد بالبيت وهذا لا يجوز. أنا ما بقبل إني أنا أكون متوحدة. المهم